خلونا نحاول نشوف يا ترى هل ترى ايه اللي ممكن يجرى علشان يبقى في عندنا روشتة إلكترونية معتمدة من كلا النقابتين، سواء اذا كانت نقابة الأطباء دار الحكمة او نقابة الصيادلة، تبقى معتمدة من وزارة الصحة، يعني كل بقى الهيئات والمؤسسات تبقى بتعتمد هذه الروشتات الإلكترونية بشكل او بآخر. واظن الموضوع بات مهما جدا. الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، أتمنى أن يكون المذيع قال كلام كويس. يا فندم حضرتك كأنك واقف في صيدلية ليك فترة طويلة، يعني اللي عرض لحضرتك طبعا ما شفتوش، لكن أنا متأكد أن هو لا يتعدى واحد في الألف من المهازل اللي بنشوفها في الصيدليات بسبب الخط السيء أو عدم الكتابة الصحيحة للأدوية. خلي بالك انا بجمل الكلمه، يعني بقول خط سيء، انا بجمل، لكن احنا بنلقى لغه غريبه لم نعهدها ولم نتعلمها في اي مدرسه من المدارس اللي تعلمناها قبل كده. لغه رتمات بتحتاج حد يفك زي ما فك حجر رشيد، حد يكون متخصص. للاسف الشديد يا استاذ يوسف انا اقول لك على المفاجاه. اتفضل يا فندم. احنا عندنا 80,000 صيدليه في مصر. 80,000 صيدلية يوميا، انا يعني هحسبها لك بالظبط، يوميا على الاقل كل صيدلية بيقف قدامه روشتتين، اول حرف مكتوب في الدواء وبعد كده خط مستقيم. خلي بالك من نقطة، يعني خط الطبيب مش المشكلة في كتابة الأدوية فقط، انا عندي كذا حاجة. رقم واحد، الدواء نفسه قد يكون فيه خطأ. الجرعة قد يكون فيها خطأ. توقيت الدواء قد يكون في خطأ. واحيانا حرف واحد في الدواء قد يكون مميت. صح، وحصلت قبل كده في بعض الادويه الشهيره. احنا مش هنقول اسماء تجاريه، احنا بنتكلم على اسماء علميه. دواء شهير جدا للقلب كان الطبيب كاتب حرف زياده فيه، وكان كاتب القرص 3 مرات. هو كان كاتب دواء يقصد بيه دواء للامساك، حاجه الماده الفعاله اسمها بيساكودين للامساك. المادة الفعالة في دواء القلب اسمها ديجوكسين، الديجوكسين جرعته بتاخد قرص في اليوم، وبنعمل له اجازة مرة في الأسبوع، يعني المريض بياخده 5 6 أيام في الأسبوع، وبنوقفه مثلا يوم الخميس أو الجمعة. عشان سمية الديجوكسين عالية جدا. تخيل؟ فتخيل لما تبقى روشتة مكتوب فيها الدواء ونفس شبه الحروف بتاعت الدواء الإمساك ومكتوب القرص 3 مرات. الله. في حالة كانت شهيرة توفت من شهرين في الموضوع ده واتحاجت في المستشفى، وفي حالات كتير احنا مش هنتكلم فيها. دواء حرف واحد، حرف ايه يعني ايه؟ قد يدفع المريض ثمن حياته بسبب هذا التسرع. طب الجرعه قد تكون مميته حتى لو الدواء مكتوب غلط. طلع الطبيب او اي مقدم الخدمه الصحيه كاتب الجرعه ايه من تحت؟ قرص شرطه. في بعض الادويه مثلا حاجه كان اسمها مثلا ماده اسمها ثيوفيلين، دي ماده عشان خاطر التنفس يوسع الشعب الهوائيه. الجرعه بتاعته نص قرص الصبح، نص قرص بالليل، ثلث قرص الصبح، ثلث قرص بالليل. الطبيب كاتب 2 ونص قرص 3 مرات في اليوم، المريض دخل في غيبوبه ودخل في المستشفى. 2 ونص قرص. فالاخطاء الطبيه اللي موجوده في مصر بسبب عدم وضوح الروشتة اللي ليها دلاله، انا مش عايز اتكلم يعني لكن هتكلم بصراحه. اتفضل. ايه اللي يجبر طبيب ان ياخد من وقته دية الروشتة بالظبط كتابتها هتكلف من وقته دية؟ ايه اللي يخليه يكتب رمود؟ رقم واحد، يكون في ديل بينه وما بين الصيدلي اللي تحته. الصيدلانية مراته، الصيدلانية اخته، الصيدلي اخوه، الصيدلي صديقه، او ان هو مشارك من الباطن في الصيدلية. ما هو مش كل الدكاترة، اسف، مش كل المرضى، لا اللي بقصده انه حتى اذا افترضنا ذلك يعني، لكن مش كل المرضى هيجيبوا من الصيدلية اللي تحت، يعني ممكن هجيبها من الصيدلية اللي جنب بيتنا انا بقى. في حاجة ثانية، حضرتك طبيب كتبت روشتة المريض وصرفها من الصيدلية اللي تحت في سوهاج. ايوه. جال القاهرة هنا المريض جاي له روشتة، والصيدلية اللي تحت الصيدلية في سوهاج بيعرفوا يقروا خط الطبيب كلهم. ايوه. أنا في القاهرة أقرا خطه إزاي؟ وأنت كاتب، وعلى فكرة محافظة سوهاج ومعظم محافظات الصعيد الناس بتعاني وعاملين مشكلة كبيرة جدا في موضوع خط الأطباء. يا جماعة أرجوكم، حرف واحد كطبيب بكلفك دي ممكن يكلف حياة المريض. طيب. حضرتك بتكلم عن نقطة مهمة جدا، حتة الكوست، التكلفة. هو حياة أي إنسان في الدنيا يقابلها أي تعويض مادي أو كوست مادي؟ إطلاقا على الإطلاق. إطلاقا. في أمريكا الناس كلها، أنا نفسي في حاجة يا أستاذ يوسف. نفسي في يوم أعمل مداخلة ما أقولش بره بيعملوا كذا.
نفس الناس بره صارت امريكا وكندا يتصلوا بنا في مصر ويقولوا لي انتوا عملتوا كده ازاي؟ احنا شاطرين. عايز اقول لك على حاجه يا استاذ يوسف، احنا 300,000 صيدلي على مسؤوليتي، اشطر صيدلي في العالم هو الصيدلي المصري. شوف هو وامهر صيدلي في العالم هو الصيدلي المصري عشان الحق، واحلى احسن دكتور يعني على عهدتي انا بقى، مش بس مسؤوليتي. لا والاطباء يا فندم اكفى الاطباء إنجلترا في الشرق الاوسط الاطباء المصريين. انجلترا من الدول اللي بتطلب عدد كبير جدا من الاطباء من كل انحاء العالم. الحقيقه انه الدكتور الطبيب المصري بالتحديد هو اول واحد في قائمه المطلوبين، لاجل طبعا مش المطلوبين امام العداله، المطلوبين علشان يجوا يروحوا انجلترا، مذهلين. لكن أنا هنا في عندي حاجة يا دكتور، أي طبيب هيسمعنا هيرد بالرد الآتي، على فكرة إحنا خطوطنا مفهومة جدا في الروشتات للصيادلة، أما في الصيدليات مش مفهومة. أنا هقول لك اللي بيتقال علشان اللي واقفين في الصيدلية ما هماش صيادلة ولا أطباء ولا طب بيطري، عشان حتى لانه طيب انا برضو ابننا الطالب في كليه الطب البيطري او خريجها هيبقى على الاقل ايضا يفهم جيدا المواد الفعاله. فقال لي اللي انا اتقال لي كده بصراحه، قال لي اللي بيقف في الصيدليات يا جماعه بيبقوا خريجين كليات ملهاش علاقه بالعلوم الطبيه او الدوائيه، خريج تجاره وخريج مش عارف ايه، بس علشان الدنيا واقفه شويه فالولاد بالوقت بينزلوا ويشتغلوا بالوقت بياخدوا خبره، فاه بتقول له على اسم الدواء بيجيبه لك وما الى ذلك. ده كلام ايضا بعض الاطباء. هرد على حضرتك، هرد على حضرتك. اتفضل يا فندم. رقم واحد، اللي بيحصل له مشكله قدام الروشته ميجي يقراها الصيدليات اللي هو فيها صيادله. انا زي ما بقول لحضرتك، انا هجيب يعني ممكن ابعت لحضرتك على الناس عارض عندك روشتات لا تقرا، لاش علاقه بخريج صيدله او خريج غير صيدله. عايز اقول نقطه مهمه. ايوه. الصيدلي بيدرس علم ادويه وتفاعلات دوائيه وجرعات وازاي بيصنع الدواء والدواء بيشتغل ازاي في الجسم وبيخرج ازاي وتفاعل ازاي مع الاطعمه، مش عشان يطلع يقرا روشته. كويس. الصيدلي بيتعلم عشان وظيفته انه يصنع قرص دواء، صح، وعشان خاطر يوضح الجرعات ويشوف التفاعلات الدوائيه، صح، بين دواء والتاني اللي ممكن تحصل في بعض روشتات، وده طبعا ما بيحصلش في مصر بسبب عدم تطبيق الصيدله الاكلينيكيه على غرار الدول المتقدمه بره. فحته التعويل على ان الواقف في الصيدليه غير صيدلي، انا بقى هحلها لك يا استاذ يوسف من خلال برنامج حضرتك، بنناشد كل الجهات المسؤوله بكتابه الدواء بالاسم العلمي. كده خرجت كل الدخله بره قطاع الصيدله، لان مفيش واحد هيبقى واقف في الصيدليه هي رئيس علمي. هم ولادنا واصدقائنا واخواتنا اللي موجودين جوه الصيدليه هم مش خريجين صيدله، هم كمان معذورين. العيال دي عايزه تدور على شغل، مش عايز حد فيهم يزعل يقول يشتغل على شغل لقمه عيش بالحلال، بس لازم يبقى في حل ما، حل ما اذا كان هيبقى موجود في الصيدليه. فنشوف بقى هل النقابه طرد او الدخلاء من المهنه مش معناها طرد اي موظف من اي منظومه صيدلانيه. لكن هيبقى ليه دور محدد، دور اداري مش دور تكنيكال. الدور الفني والطبي هو دور الصيدلي، وده اللي بيحصل في العالم كله. بتلاقي حد واقف صيدلي وفي حد تاني موظف موجود مخصص ليه مهام اداريه تانيه. طب لكن هل في النقابه خاطبتم وطالبتم وتحاورتم واجتمعتم مع نقابة الأطباء وخرجتم بمنتج ما نتكلم فيه مع الوزارة ونتكلم فيه مع المؤسسات المعنية بضرورة تفعيل الفاتورة الإلكترونية؟ طب هأرد لحضرتك وأقول لحضرتك حاجة مهمة جدا بمناسبة الحوار الوطني، المبادرة الرئاسية الموجودة دلوقتي بخصوص الجامعات المدنية. سيادة الرئيس في 2021 قال إن عام 22 هو عام الجامعات المدنية. عظيم. وعام النقابات، مظبوط؟ فأنا أتمنى إن عام 22 تعود نقابة الصيادلة لمكانها الطبيعي طبقا لقانون الدستور، وتبدأ تتعامل كنقابة عامة مع النقابات المعنية الأخرى سواء نقابة الأطباء ومع هيئة الدول المصرية مع وزارة الصحة. إحنا محتاجين قانون أو تشريع أو مدونة أخلاقيات مهنة الطب في مصر بالتشريع، عشان خاطر يبقى كل واحد له دور. على فكرة أنا بحمي الطبيب قبل ما بحمي الصيدلي لما يكون عامل روشتة إلكترونية. أنا بحميك كطبيب، أنت كتبت روشتة، سيب لي أنا المسؤولية الصيدلانية، لو أي تفاعل دوائي في الروشتة أنا صرفته أنا مسؤول. لكن حضرتك بتكتب روشتة غير واضحة المعالم بيحصل أخطاء،
اللي بيلبس المشكله كلها ويتحمل المسؤوليه في النهايه قدام اهل المريض هو الصيدلي. الطبيب يقول لك انا كاتب الروشته وصيدليه فلان بيصرفها، انت صرفتها غلط. ساعتها لا، يعني مش عايزين نبكي على اللبن المسكوب، لكن انا باكد على حضرتك يا استاذ يوسف ان احنا كنقابه مدنيه وكنقابه الصيدله قوامها 300 الف صيدلي، احنا في ظهر الدوله، وفي ظهر الدوله احنا نقدر نساعد. وكان الصيادله لهم دور كبير جدا في ازمه كورونا، وما زال هذا الدور قائم. من خلال برنامج حضرتك برضو بناشد كل الساده المسؤولين في وزاره الصحه، ارجوكم نبدا على الاقل كتابه الروشتة بالاسم العلمي على الاقل في المضاد الحيوي اللي العالم كله بيشكي منه. امريكا من 20 سنه اوباما كان عامل مؤتمر في شيكاغو عشان يشوف ايه مشكله المضادات الحيويه بسبب سوء استخدامها. احنا في مصر بنستخدم المضاد الحيوي عمال على بطال، بتلقى شاب دخل مستشفى عمل مزرعه ولا مضاد حيوي في العالم جاب نتيجه معاه بسبب سوء استخدام المضاد الحيوي. ما هو عشان حضرتك ذكرت بره كمان يا دكتور محفوظ، بره ما فيش حاجه اسمها ان انا اخش بالروشتة فاديها للصيدلي فيديلي علبه دواء كده زي ما هي. في سيستم الكتروني مش بس كده، مش بس كده، انا باخد الدواء في علبه بلاستيك معقمه على قد الجرعات المنصوصه عليها مزبوط. في الروشتة فباخد العلبه البرتقالي الشفافه دي بالاسم العلمي يا استاذ يوسف، وده اللي عامل وفره. اقول لك على حاجه يا استاذ يوسف، احنا عارف احنا في مصر حجم تداول الدواء كام في السنه؟ كام؟ فوق ال 100 مليار جنيه، منهم على الاقل 2.5 مليار جنيه بيطلعوا اكسبايرد. خلي بالك بغض النظر الصيدلي هو اللي بيشيلهم، دي في النهايه موارد دوله. انا لو كتبت الاسم العلمي فانا بوفر على الدوله 2.5 مليار جنيه موارد دوله ما بتترميش في الزباله. دي مهمه جدا. ثانيا انا بقطع العلاقه التجاريه ما بين مقدم الخدمه الصحيه وبين الشركه، فبالتالي هيبقى موجود في الروشتة هو ما يستحقه المريض فقط. فبالتالي الاوت اوف بوكيت ماني اللي بيصرفها المريض هتقل بنسبه على الاقل 30%. ده كله لصالح مين يا استاذ يوسف؟ ده لصالح في النهايه مخرجات الصحه. احنا في النهايه كلنا بنطرح اقتراح او بنقدم عرض، احنا بنبص على المصلحه العامه بغض النظر عن مصلحه الصيدله. وانا مش هبقى مكسوف لما، لان انا ده دوري كنقابي ان انا ادور على مصلحه الصيدلي. انا جاي النقابه ومرشح من زمايلي عشان ادور على مصلحه الصيدلي، لكن هذه المصلحه لا تتعارض تماما مع مصلحه الجامعه او مصلحه الدوله، وده اللي احنا دايما بننادي بيه. احنا كلنا في ظهر الدوله يا استاذ يوسف، وكلنا محتاجين المنظومه الصيدلانيه في مصر، لان كل القوام الرئيسيه والاساسيات الرئيسيه ان المنظومه الصيدليه والدوائيه في مصر تتقدم الشرق الاوسط كله متوفره. انا عندي فوق ال 160 مصنع دوائي، عندي 300 صيدلي. طب يا دكتور ما نعمل حاجه لطيفه، يعني هخليني برو اكتف زي ما يتقال كده. دلوقتي احنا محتاجين انه حضراتكم في نقابه الصيدله تتكلموا مع نقابة الأطباء، ومحتاجين نقابة الأطباء هي كمان تعرض وجهات نظرها في مسألة إذا كانت هناك ممانعة ما في إصدار الفاتورة أسف الروشتة الإلكترونية. فإحنا نعمل حلقة مع بعض وتبقى مائدتنا غير المستديرة، تنورونا وتشرفونا فيها تشرفنا. ممثلين عن الصيادلة وممثلين آخرين عن الأطباء من النقابيين، يعني من مجلس النقابة هنا ومجلس النقابة هنا زي حضرتك، تنورونا نتكلم عشان نلاقي حلول. أول ما يعني ده هيحصل مرة في اتنين في تلاتة عندي وعند غيري من الزملاء إلى أن نصل إلى ورقة عمل، هنا نقدر نشوف إيه اللي ممكن يتعمل مع المؤسسات الدستورية المنصوص هذا عليها المشروع. فيبقى بعد كده في تشريع يسمح بذلك، لأنه التشريع لن يسبق الحلول، التشريع هيتعمل علشان يسهل في مسألة إقرار الحل وتفعيله. فبإذن الله سبحانه وتعالى يعني نتمنى أن حضراتكم جميعا سواء إذا كان من نقابة الصيادلة أو نقابة الأطباء تنورونا وتشرفونا، نحاول بس نوصل دايما لشيء ما يبقى إيجابي وجيد وفاعل. كل الشكر للدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة.